طيب معناتها ليش هربتي؟ ليش ما اجيتي لتعطي افادتك؟ سيادة القاضي، ابني كان بوضع صحي سيء، كان كتير مريض وانا كنت بعرف وينه، كيف فيني واقف من دون ما اعمل شيء؟ انا رحت وجبت ابني لهون وهلا هو بالمستشفى. طيب هاد سبب مقنع حتى حضرتك تهربي. طيب مين هو الشخص الثاني اللي ساعدك؟ ما فيني احكي. لكان ما فيك تحكي. طيب باليوم اللي انصاب فيه رفعت بيك ما كنتي بالمشفى، كنتي بالبيت؟ أنا لا ما كنت بالبيت. مدام هيك وين كنتي؟ كنت هنيك بالمكان اللي انصاب فيه رفعت بيك. معناها بتعرفي مين اللي طعن سيد رفعت؟ ايه بعرف، بس ما بقدر احكي. من شان الله ما تسألني مين هو. إذا ما قلتي لي مين هو ما رح أقدر ساعد حضرتك. رفعت بيك هددني وحاول يعتدي على شرفي. أنا حاولت بعده عن حالي وأحمي شرفي. يعني كرمال تحمي شرفك طعنتي لرفعت بيك؟ لا أنا ما طعنته. مين يلي عمل هيك لكان؟ ما فيني أحكي سيادة القاضي، من شان الله لا تسألني مين بيكون. بدك ما تأخذيني بهي الحالة بسبب التستر على المجرم واشتراكك بالجرم، أنا مضطر إني أقبض عليكي. رح تبقي عنا على الأقل لحد يوم المحكمة. لكنا حتى لقيناهم، الله يسترنا. شو صار سيادة القاضي؟ مش الحال؟ ممكن نروح هلأ؟ مع الأسف، كل الأدلة ضدها. بتعرف مين اللي عمل هيك؟ بس ما بدها تحكي. وبهالحالة نحن مضطرين نبعتها على السجن. خدوها على السجن، رح تبقى هنيك ليوم وقفوا المحكمة. وقفوا، بعد إذنك سيادة القاضي، أنا لازم أحكي معها. بترجاك دقيقة واحدة بس. طيب طارق رح يبعتوني على السجن. ما عملت شيء، بشو بحلف لك اني ما عملت شيء. ماشي ماشي، ما دام هيك مين اللي سواها؟ يلا احكي، يلا كرمال الله احكي. احكي لي شو صار. يلا احكي. اعطيت وعد طارق، ما فيني احكي. انت مو معقوله. ليك يلا ابراهيم ولقينا، ومن اليوم ممكن نكون مع بعضنا ببيتنا مثل قبله أكتر، ما هيك؟ ما فيني أحكي طارق، كرمالي ما تضغط علي، ما فيني. معقول تخلي عائلتنا تتفرق بس لأنه ما بدك تحكي؟ طب إذا بقيتي بالسجن أنا وإبراهيم شو بدنا نساوي يعني؟ أنا وإبراهيم شو نساوي؟ قليلي الناس شو رح تحكي عنا؟ ليكي الموضوع مو بس أنتي. ديالي أنا ببوس إيدك، حكي لي يلي بتعرفي. قلت لك ما فيني، ما فيني أحكي. يالا أختي، أختي احكي لي بتعرفي. ما فيني أحكي شي أبدا، قطعت وعد. فيكن تاخدوها هلأ. يالا يالا لا تعملي هيك، كرمال الله تحكي كل شيء، احكي اللي بتعرفيه وبس، لا تعملي هيك. قلت لكم ما فيني احكي. يالا يا حبيبتي يا ديالا، اذا ما عم تفكري بحالك فكري بابراهيم وكل الالم اللي عانيتيه كرماله. ديالا ديالا
ديالا ديالا. حبيبتي أنا رح طالعك من هنيك، حتى لو ما حكيتي مين رح لاقي حل، ورح طالعك يا عمري من هنيك. دوران جانم دوران دوران درد من قران أسهل يوم أسهل ومن النسوان اللي حررهم الزعيم أندير. ايه وين كنا هلا؟ جيبوها يلا امشي. اتركوني بحالي. تعي لهون. وليه؟ انت ما بتعرفي شو عقوبة اللي بيحكي عن البنت اللي حررتها ميسون، ها؟ بدك تحترميني هون. فهمتي 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 الحكي؟ بدك تحترميني. مش هدد على البنت تحكي بحق واحدة من النسوان اللي حررتها ميسون، فهمتي؟ إذا مرة تاني بتعي وبتحكي ما رح يصير لك. طيب وقفوا اتركوها 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 بعدوا عنا. ما بتعرفي مين أنا؟ وين الشرطة؟ الشرطة؟ حدا يجي لهون. الله لموتك. شرطية جاية. طيب شو عم بصير هون؟ وضعها كتير سيء. مين عمل هيك؟ فقدت كتير دم، لازم تروح على المشفى فورا كرمال الله استعجلوا. مين يلي عمل هيك؟ وقعت من فوق التخت مو هيك؟ وقعت من فوق التخت وقعت من فوق التخت. انتي ليش واقفة هيك؟ ما شفتي شو عملوا بهالبنت المسكينة؟ عم نقول لك وقعت من فوق التخت. ايه وقعت من فوق التخت. وقعت من فوق التخت. يلا على الأكل. الكل على الأكل. بعد الأكل إذا لقيتي طريقة تطلعي فيها من هون بيكون أحسن. بمجرد ما ترجع إنجي ما حدا رح يخلصك من بين إيديها أبداً. دخيلك يا ربي ساعدني. على الأغلب ما عرفت سردار تفهمك منيح. ليكي بنتي اللي رح قلك يا هلأ ما منه فائدة، لأنه أنت من دون ما تفهمي عم تتصرفي من صندوق هالبويا. مين المعلمة هون؟ أنت. ما سمعت. أنت. مين؟ مين؟ احكي. أنت. أنت قولي مين المعلمة؟ بالنسبة إلي ما عندي معلمة. ما في شيء اسمه معلمة هون. طلعي فيني، الموضوع سهل كتير يا فهمانة. هلأ نحن رح نقتلك هون، يعني بالمختصر المفيد رح أخذ روحك والشرطيات رح يفوتوا لجوا، وبعدين رح نقول وقعتي عن التخت، فهمتي؟ وهني رح يصدقوا هالكلام اللي رح يشهدوا فيه. الحياة والموت بإيد رب العالمين وبس. أنت يمكن تكوني سبب صغير وبسيط مو أكتر من هيك. اقتلوها لشوف. اقتلوها. ماني خايفة منكم. تعي لشوف. ماني خايفة. تعي لنعلمك. اتركوني.
عم قلكم مو خايفة من كل هذا يا شرطية تضربوا انجي زيارة إلك انتظروني أنا رح أعاقب هاي الجاسوسة بس أرجع روحي يلا اتركيني شوفي ميخائيل جبت لك أوامر جديدة إذا بتستعجل بيكون منيح في شغلة ما كملتها التنظيم بده احتجاج هون تظاهرة كبيرة الطلب سهل كتير بألف يا ويلة عم أمسك الناس اللي هون وبدكن تظاهرة كمان لا تاكلي هم كل المساعدات المطلوبة رح تاخديها آخر وضع لليوم هالمكان رح يكون مركز تدريب تابع للتنظيم واللي رح يطلعوا من هون رح يطلعوا دغري على الجبل فهمتي؟ فهمت الموضوع الثاني هالمرة مرت القائم مقام والله شي حلو كتير قلت لي هاي مرته للقائم مقام معناتها بتعرفيها ايه بعرفها عندي بالمهجع هون بس ما رح تضل كتير بالدنياكي تكسبيها معنا يعني قصدن كوحدة مذنبة من التنظيم بس انا بعرفها منيح كتير عنيدة هالمرة اذا ما مشي الحال خلصي وخلصينا منها